أصعب خطوة في أي رحلة هي خطوة البداية، لكن لما بنعرف إن في ناس غيرنا مشوا نفس المشوار ده بيشجعنا نكمل، لأننا بنشوف غيرنا مروا بنفس الصعوبات وقدروا يتغلبوا عليها. بداية رحلتي مع حمزة، أنا لسه في بداية الرحلة ورحلة صغيرة. حمزة دلوقتي عنده 9 سنين. اكتشفت حمزة رحلتي مع التوحد من سن السنتين. أول حاجة إن حمزة كان طفل طبيعي جدا وما فيش أي مشكلة ظهر عليه، وبداية سنة وشهرين كان بيبدأ يتكلم. بدأت لاحظت بعد كده إن في الكلام بدأ بينسحب من حمزة، يعني مع إنه كان بينزل حضانة، وكان في الحضانة يقولوا لي إنه هو كويس جدا وما فيش أي مشكلة، بس بعد كده لقينا الكلمة ممكن تقعد أسبوع 10 أيام وما بتتقالش تاني. طريقة اللعب كانت نمطية جدا، إن هو ياخد اللعب ويرصها. لما كنت أكلم حمزة وأنادي عليه ما بيبصش في عينيا خالص. عملنا مقياس السمع وكان الدنيا كويسة، إن هو بيسمع كويس. بدأت بقى إن أنا أشوف إن في، حسيت أنا كقلب أم إن في حاجة مش مظبوطة. فبدأنا بقى الرحلة إن إحنا نروح لدكاترة ونسأل ونفهم، لغاية ما بدأت أعمل الاختبارات وتشخص توحد. بدأت بقى رحلتنا من سنة لسنتين ونص مع التوحد. بعد كده دخلنا، طبعا كنتش أول، كانت هي بقى الصدمة الكبرى إن أول طفل ليا وعنده توحد. بدأنا في، كنت منهارة وكانت فترة صعبة جدا في الأول عليا وعلى والده. بعد كده بدأت قلت لأ، لازم أركز مع حمزة ونشوف هو محتاج إيه. بدأت أسأل واتخبطت شوية في الأول في المراكز وفي الدكاترة، عشان من هنا لغاية ما استقرينا على مركز معين كويس بقى حمزة فيه. بدأنا بقى الرحلة من مركز لتدريبات للشغل في البيت. حمزة بيبدأ يومنا من بدري، يروح مدرسة سنتر، بعد كده التدريب، بعد كده لو الشغل في البيت. قابلتني مشاكل كتير في الأول طبعا، إن أنا ما كناش فاهمين، مش مع إن أنا طبعا حالة نفسية كانت مش حلوة خالص. بيبقى إحنا ولادنا يوم فوق ويوم تحت، بدأ كل فترة ليها مشاكلها بتقعد فترة وبتروح. جيت بعد كده حمزة إن هو يدخل مدرسة، طبعا قابلت صعوبات كتير إن أنا أخلص الورقة والاختبارات، الموضوع ما كانش سهل. ودي يمكن القوانين دلوقتي بقت مع أولادنا أكتر، لكن تنفيذها بيبقى أصعب شوية. دخلنا المدرسة، ومع إني أنا كنت خايفة من الخطوة دي وبابا، بس الحمد لله لا فرقت معنا. هو دلوقتي إن شاء الله حمزة طالع يير 3، ويعني إن شاء الله أقدر أكمل مع المشوار كمدرسة. حمزة بيلعب رياضات سباحة، ودي من قبل أي حاجة، إن هي كان، هو كان حمزة مريض حساسية صدر، فكانت واخداها من ناحية إن هي صحيا والمناعة الحمد لله ماشي فيها كويس. بعد كده دخلنا رياضة الخيل، ماشي برضو فيها كويس. وبعد كده قعدنا فترة نلعب بوكس، وبعد كده وقفنا، يعني إن إحنا جينا علينا فترة إن هي ما كانتش حمزة مش مظبوط، أو ممكن إن هو يستغل اللعبة دي مش صح، فوقفتها شوية. أول حاجة أنا بتمناها لحمزة إن ربنا يديني العمر أنا وبابا إن إحنا نكمل معاه المشوار. وده أي أم أو أب عندهم طفل توحد بيبقوا خايفين من بكرة على أولادهم، مش عارفين بكرة مخبي إيه. دي أول حاجة. تاني حاجة، إحنا ماشيين معاه المشوار حتى لو ما قدرش جي، يعني أنا مقتنع لو ابني ما قدرش يكمل في المدرسة في وقت من الأوقات خلاص شكرا، مش هقدر أضغط عليه، يعني إحنا سايبينه براحته. نفسي بس يبقى في وعي أكتر بأطفال التوحد، ان احنا ربنا خصنا يعني شكلنا عادي، لكن الناس مثلا ما بقول توحد بيبص اول حاجه اللي شكله. فانا يبقى نفسي اكتر يبقى في وعي، حتى ما تبقاش النظره لينا اللي هي نظره شفقه ليهم، لا. يعني ابسط مثلا مواقف الالعاب، اما الاولاد كلها بتبقى جوه وبيتنططوا، ممكن يقعوا على بعض عادي، اطفال مع بعض بيلعبوا. لو ابني حد، لو هو خبط حد او كده، لا بتبقى مشكله ان الولد ده لازم يطلع من اللعبه. وده لسه كان قريب تعرضنا للموقف ده، ان الولد يطلع من اللعبه ما يلعبش مع اولادنا، ما تدخلوش الاولاد دي مع اولادنا. ده ابسط من، يعني دي ابسط المواقف، يعني غير بقى نظره الناس بتبقى ليه.
ان انت ممكن تكتسب حاجه من الطفل ده، تاخد منه حاجه، ان انا ممكن ابني يبقى عدواني زي ابنك، مع ان احنا ولادنا يعني صادقين جدا، ما بيعرفوش يغشوا، ما بيعرفوش يكذبوا. هديه ربنا لينا. انا طبعا خدت اللي هي فتره في الاول كان الانهيار جامد، بعد كده قلت لا لازم افوق واشوف ابني، فبدات ان هو عارفه ان هو زي حرب، لا مش هنستسلم، مش هنفضل قاعدين وحاطين ايدينا على خدنا لا. اي نعم حمزه بالنسبه لي انا وبابا نقطه ضعفنا الوحيده، لكن قلت لا مش هستسلم. بدات ان انا ممكن على الفيسبوك لو في اي حد طالب مساعده من الامهات، بدات ادخل الجروبات، عملت جروب يساعد الامهات يوميات طفل مع التوحد، اي حد بيسال على اي دكتور اي استشاره ابدا اساعد، مع ان انا رحلتي لسه صغيره قوي، يعني ربنا يديني العمر واقدر اكمل مع حمزه. انا يعني لسه بقالنا 6.5 سنين في مع التوحد، فبدأت عملت قبل كده فيديو تجربتي مع ابني. لو في حاجة تانية برضه أقدر أوعي الناس بيها بكتبها بقولها، ما بستخسرش. تاني حاجة إن أنا ما بكسفش من حمزة، يعني أنا ممكن أنزل فيديوهات لحمزة، صور حمزة، أنا ما بكسفش من ابني، عشان أنا ابني ملوش ذنب في اللي هو فيه أو ملوش دخل في اللي هو فيه، هو هدية ربنا لينا. هو حمزة زي ما أنا قلت جه بعد فترة، وكان بعد حمزة إن أنا عشان أجيب طفل تاني كانت تبقى حاجة صعبة، فجت من عند ربنا لوحدها بدون أي سعي خالص، فكانت دي حكمة ربنا علينا، وإن هو بيطبطب علينا بجد. أخته معاه فرقت جدا، والفرق بينهم في السن 2 سنين، ويمكن من نعم ربنا عليا في دي ده إن هي صغيرة في السن 7 سنين بس فاهمة توحد، تعرف تتعامل مع أخوها، حنين عليه، حتى غير أخوها زمايلها اللي معاها في الكلاس لو عندهم مشاكل هي بتساعد، والمدرسة حتى بعتت قالت لي إن البنوتة ما شاء الله متفهمة، يعني إيه توحد، يعني هي الدرجة ما كنت تقول لحمزة اعتبرني زي ماما واطلب مني، هي شايفة كل حاجة أنا بعملها مع حمزة بفهمها، أخوكي مثلا عنده مشكلة في ده، يعني حتى لما بيروحوا الألعاب مع بعض وحد جه يتكلم مع حمزة أو كده تقولهم اتكلموا معي، أنا أخويا عنده أوتيزم في السنتر ممكن معاه بتروح في الصيف، أنا مش بعدها لا أنا مدخلها في دائرة التوحد. وكان معايا برضو في الرحلة اللي هي الصغيرة لسه، كان معايا بنت صاحبتي اللي هي بمثابة بنت أختي نور الهدى. يمكن نور برضو لها فضل كبير جدا على حمزة، مهما أقول عنها مش قادر أوفيها، إن هي كرست برضو وقتها وحياتها لحمزة عن حب، بحب، وهو ابني كان يعني ابني مرتبط بيها جدا وهي مرتبطة بيه جدا، قدرت كان فعلا بمعنى ايدي اليمين كانت معايا الحمزة. لو انت عملت سيرش بس على كلمة توحد او الاطفال دي بيبقى عاملين ازاي، يعني احنا ممكن الاولاد في لحظة بيجيلهم نوبة غضب، مش لازم ان انت تقف وتبص بصة مش حلوة ان ده الطفل مش متدلع مش متربي، انت ما تعرفش ايه اللي حصل ممكن في ثانية. المجتمع يبقى رحيم شوية، عشان ده مش دور برد هيعدي ولادنا، يعني ولادنا يعدي ولادكم، سوري، ده مش دور برد، احنا عايزين يبقى مش شفقة ولا عطف. الحقيقة أنا جاية النهاردة عشان أنا ماما. أيوة أنا جاية كماما، ماما لذوي إعاقة، ذوي همم، ذوي احتياجات خاصة، توحد. أيوة أنا ابني توحد، وجاي لكم النهارده وهكون معاكم شويه كده في كام حلقه بنتكلم فيها على شويه حاجات تخص الامهات، مش بس الامهات، تخص حضراتكم وتخص خبرتي شويه علشان توصل لسعادتكم. تعالوا نتفق على حاجه، اولا بما اننا هنكون مع بعض شويه اعرفكم على نفسي بما اني ام توحد، وهنتكلم بقى عن التوحد. هو ايه التوحد؟ هل هو طيف؟ هل هو لخبطة في كيمياء المخ؟ هو ايه بالظبط؟ الحقيقة انا ما يهمنيش هو ايه، انا يهمني ايه الصفات، ايه الاعراض، ايه اللي ممكن انا وانا قاعدة في البيت ابدأ ابص واشوف ان ابني ده ممكن يكون فيه مشكلة، ففورا اعمل له تدخل مبكر. لو وقف على طراطيف صوابعه وجري، لو رفرف بايديه،
لو لف حوالين نفسه، لو طلع زي الطلقة من مكان لمكان، لو قفل على نفسه باب، لو قفل على نفسه دولاب، لو قعد مع نفسه فترات طويلة، لو ما اتكلمش بدري، لو ما قعدش بشكل مظبوط، لو كل الحاجات من أول الأربع شهور بيقعد مش عارفة كم شهر بيمشي، الحاجات دي فيها خلل ومش مظبوطة، وبقية الكلام اللي أنا بقوله ده مش مظبوط، لازم فورا نروح ونبص عليه. حاجة تانية، احنا دلوقتي اول ما اكتشفنا كده ورحنا واكتشفنا ان هو فعلا عنده توحد او طيف توحد، سمات توحد، اي حاجة من الحاجات دي بيقول لنا عليها الدكتور اوعي تحطي نفسك في صدمة، بس هو طبيعي ان احنا بيجينا الصدمة. ايوة كل حد فينا بيجيله صدمة. يا ترى بقى يا هلطارة انا ابني هيبقى معاق، يعني انا همشي. ايوة يا ستي ايه المشكلة، هو احنا صوابعنا زي بعضيها، بس ده هدية، هدية كده ربنا بعتها ليكي من سابع سما. وعرفي كويس جدا ان عظيم المقام قدر الابتلاء، وان ربنا عز وجل بيدي بس من سابع سما اللي قادر، ولانك ام استثنائية ومختلفة تماما هو مديكي ده علشان عارف ان انت قدها، وعارف ان انت هتشيلي، وعارف ان انت تستهلي الهدية، الهدية دي اللي فيها صبر، اللي فيها جلد، اللي فيها فكر، اللي فيها ابتكار، اللي فيها طول الوقت بتفكري وتدبري ازاي يكون حياته افضل احسن اهم، ازاي تكوني جيشه واهله وسكنه، ازاي تكوني الشجرة وصاحبة الظل بتاعه، ده أهم حاجة. عشان كده اوعي تزعلي، ربنا من سابع سما مختارك ان انت تكوني أم لذوي إعاقة، وده حاجة ما تزعليش منها أبدا، بالعكس تفخري بيها طول الوقت، تفخري بيها. المهم بقى أول ما يجينا ابننا ضروري جدا هنعمله تدخل مبكر، حلو جدا. طيب احنا واحنا في مرحلة الصدمة وما بعد الصدمة، طيب احنا اتصدمنا خلاص اهو، ابننا ذوي احتياجات خاصة او ذوي اعاقة او ذوي همم، ايا كان الاسم مش مهم، في حلقة تانية هنتكلم على فكرة الاسماء دي. المهم هو اهو ذوي اعاقة، خلاص بعد الصدمة هيحصل حاجتين، يا هتكوني ام ضعيفة وهتكلمي نفسك وشمعنا انا، وليه أنا من سبع سما يحصل لي كده، أنا ليه يا رب يحصل لي كده، تمام؟ يا إما هتكوني أم مؤمنة، برضو مش هدخل حتة الإيمان تعالي، يا إما هتكوني قوية وهتقدري وهتقفي وهتبصي كويس جدا تقدري تعملي إيه، لأن ده المهم جدا، مهم قوي إن أنا أبدأ أخطط ابني ده همشيه إزاي، لأنه مش هيكون هيجي عن ست سنين يروح المدرسة، لا ابني ده محتاج تدخل مبكر، يعني تخاطب، تنمية مهارات، تعديل سلوك، والرحلة دي مش سهلة. ما احنا قلنا بقى واتفقنا ان ربنا مختارك مخصوص، ومختار البيت ده، مختار الأسرة دي، ان هي دي اللي هتشيل، الأسرة دي اللي هتطلع بطل. يا إما بركة بقى، نقول له أصله بركة، طبعا ده برضو مرفوض، الفكرة بتاعت إن إحنا نحط ابننا على جنب دي مرفوضة تماما. ابن حضرتك بما إنه هدية ومن رب العباد، فلازم تحافظي على الهدية وتقدريها وتكبريها وتعلميها وتعالجيها وتطوريها وتوصلي بيها لأحسن حاجة على قد ما تقدري وعلى قد إمكانياتك. ما احناش هنقولك اذبحي نفسك، احنا عارفين كويس جدا 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 ان امور كتير بتبقى مختلفة على المستوى المادي والنفسي والاجتماعي، على كل المستويات هتلاقي في معوقات كتيرة جدا، ولكن حضرتك ضروري جدا تكوني حاطة جواكي ومقوية نفسك بنفسك، وكل ما تيجي تنهزمي تقومي تاني وتقفي على حيلك وتقولي
هو يستاهل، لأن ده هدية من ربنا. تعالوا بقى نتكلم بعد الصدمة عملنا إيه. دخلنا بيه تخاطب تنمية مهارات تعديل سلوك، دخلنا بيه أكاديمي، عرفنا مستوى ذكاء قد إيه، نبدأ نحدد هدفنا ونعلمه ونطوره. أخد الأخصائية بتديه أشتغل معاه في البيت، ما سيبهوش. المفروض الشغل يبقى 8 ساعات، 8 ساعات على الأقل علشان خاطر الولد ده يتطور من حالته. بعد كده نبقى مع بعض قدام شويتين، هنبص نلاقي مراحل بتختلف. كبر شوي بقى 6 سنين، المرحلة دي لطيفة جدا، بيبقى بدأ ياخد ويدي معاكي في الكلام، بدأ يعرف الحكاية، يعرف الجملة أم 3 كلمات، وده إنجاز على فكرة. طبعا إنجاز. بقول الكلام ده وأنا سعيدة بالمرحلة بعد ما بصيت عليها. إحنا دلوقتي في سن 14 سنة، ابني 14 سنة ببص عليه كده وهو بيتطور قدامي، داخلين على مرحلة المراهقة، المرحلة اللي هي إحنا بنقول عليها برضو من المراحل الصعبة شويتين. بس مع التدريب والتأهيل والمعرفة، لأن العلم ده من أهم حاجة في الدنيا، كل ما أنت عندك معلومة وعارفاها هيكون عظيم. المشكلة الأساسية عند الناس البسيطة اللي ما عندهاش معلومة، علينا بقى إن إحنا نعرف المعلومة. الأنشطة الجماعية بتحتاج جهد كبير، وخصوصاً مع ذوي القدرات الخاصة، لكن التعب والجهد في التدريب هو بداية الرحلة اللي بعدها بنشوف نجاح وتميز، زي ما حصل مع أول فريق دامج للفنون الشعبية في الأسكندرية. احنا النهاردة بنعمل حفل تدشين وتأسيس أول فرقة دمج على مستوى الوطن العربي للفنون الشعبية والاستعراضية، اسمها الفرقة القومية لمبدئي اسكندرية للفنون الشعبية والاستعراضية. الفكرة دي كانت عندنا من 4 سنين، نظراً لاهتمام الدولة والقيادة السيادية وتوجيهة الرئيس، فكرنا ان احنا نعمل فرقة دمج للفنون الشعبية عشان نبرز ونسلط الضوء اكتر على المواهب الفنية المتحدي الاعاقة، وندرجهم مع اقربائهم الاثرياء، وان احنا كمان نعمل حاجة اسمها ترويج سياحة المعاقين من خلال الثقافة والفنون، ونعمل التبادل الثقافي بين الشعوب. النهاردة قدمنا عدة تبلوهات فنون شعبية واستعراضية، قدمنا السميكمية والسعيدي والفلاحي، قدمنا تابلو عن أمي، كل الفرقة شكرت الأمهات من خلال تابلو استعراضي، قدمنا فقرات كتير الحمد لله ونالت يعني إعجاب جميع الحضور. النهاردة الحقيقة كان يوم حلو قوي 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 بوجود ولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في أول فرقة دمج بتدشنها مديرية التضامن الاجتماعي بالإشراف الكامل من المديرية. الحقيقة ما كناش متخيلين ان هيحصل استجابة من غير ذوي الاحتياجات الخاصة للتجاوب في فرقة زي دي، ان حد فينا يوافق ان هو يرقص مع حد ذوي احتياجات خاصة وهو مش مؤهب ولسه ما يعرفش هيرقص مع مين ولا هيتجاوب مع مين. الحقيقة شفنا النهاردة تناغم رائع ما بينهم، تفاهم حلو قوي، اداء بالحب، الحب عمل حاجات كتير قوي. وجود قامات النهارده زي سيادات القنصل في دولة الصين، كان معانا تايتلات وقامات من المحافظة ومن مديريات ووزارات في اسكندرية. العروض كانت رائعة لأن هي تميزت بأن هي تعتبر مثلت محافظات مصر، تلونت ما بين الصعيدي ما بين الإسكندراني ما بين كل فن تميزت بيه محافظة، كان له بصمة وأثر، والبصمة الأكبر كانت باينة في عروض فرقة رضا اللي كلنا بنعتز بيها وبنعتبرها من التراث السكندري والتاريخي المصري اللي لازم نحافظ عليه. الحقيقة هم أدوا ببراعة، وأنا متوقع لهم إن شاء الله مزيد من التقدم، وهنشوف أحلى من كده بكتير في الفترة الجاية. المشروع ده احنا قايمين عليه من حوالي 4 سنين وشغالين عليه، وكان معانا رحمة الله عليه أستاذنا الكبير الأستاذ رأفت أبو حجر نجم فرقة رضا، والحمد لله ان احنا بعد مجهود شاق قدرنا ان احنا نوصل للتوليفة ديت. بالنسبة للنورماند والنو نورماند، بالنسبة للنورماند الموضوع ان هم عندهم فعلا طاقات إيجابية كتيرة قوي، وكل ما بتضغط عليهم بيطلعوا بيبدعوا
بيطلعوا كل اللي جواهم، وطالما بيحبوك هينفذوا لك كل اللي انت عايزه. هم بسم الله ما شاء الله عليهم، وان شاء الله نكون عجبناكم ونكون عند حسن ظنكم ونكون نقولنا عجبكم. احنا بنجيبهم في الاول عاملين زي ورشة، بندرب السويين مع المعاقين وبنبتدي نطلع اللي جواهم، وهم لما بيشوفوا السويين شغالين بيبتدوا يطوروا من نفسهم ويوصلوا للمستوى بتاعهم. الفرقة دي كان حلم ابتدى من 4 سنين، كنا بنحلم ان احنا نعمل فرقة للفنون الشعبية من ذوي الهمم، لكن مع يعني دعم القيادة السياسية قلنا لا نعمل اول فرقة دمج ما بين ذوي الهمم وبين الأصحاء. ليه هدفنا ان احنا نعمل دمج بينهم؟ لقينا ان ده هتجيب نتيجة ايجابية، نقدر نقول انها فعالة اكتر. ذوي الهمم لما بيلاقوا الأصحاء بيتحركوا قدامهم وبيرقصوا وبيغنوا، ده بيدعمهم وبيزود عندهم تلقيهم وإحساسهم بالمزيكا وبالرقص وبيحسن من حالتهم الصحية. أما الآخرين الأصحاء فأيضا لما اشتركوا معاهم قالوا إن دول بيدونا طاقة إيجابية، وأحلى كومنت من خلال الفرقة قالوا دول إخوات، إحنا كلنا واحد، فإحنا بنلغي التنمر وبنعمل فرقة للرقص مش بتكلم باسم جهة معينة وإنما باسم اسكندرية، عشان تكون اول فرقة دمج تشارك في كل الاحتفالات، ونتمنى ان احنا نشوفها في كل الاحتفالات. اهتمامنا ده يعني بينطلق من اهتمام القيادة السياسية. احنا شايفين كل الاجهزة التنفيذية، سيادة الرئيس، الحكومة، المحافظات، كلهم بيهتموا بهذا المجال حاليا، ملف ذوي الهمم. احنا عارفين ان بيقاس رقي الشعوب باهتمامها، بمدى اهتمامها بملفين، منهم ملف الاهتمام بذوي الهمم. احنا اسكندرية كانت سباقة بالاهتمام بهذا الملف. سيادة المحافظ دعمنا كإدارة مركزية لسعى المصايف ان احنا نفتتح ونشغل اول شاطئ يعتبر في الجمهورية بيخدم اولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. ما عادش بقى من اللائق ان احنا نبص لهم بصة شفقة او احسان. دول ناس حققوا نجاحات كبيرة جدا في كل المجالات، فبقوا هم الملهمين بالنسبة لنا، علشان كده كان لازم ان احنا نحقق لهم جزء من احلامهم، وهم انهم وهي انهم ينزلوا البحر زيهم زي اقرانهم الاسوياء. هنتكلم النهاردة ازاي ان انت تتعامل مع طفل او مع مراهق او مع طرف اخر، ازاي ان انت تبدأ ان انت تقيم والدنيا توصل معاك لنتيجة في حاجة مختلفة، حاجة مش صح، حاجة عايزين نغيرها. فبنعمل ايه في الوقت ده؟ بنعمل اعداد، ممكن نستخدم لعبة او حاجة نطلع بيها المشاعر بتاعتنا. بنعمل اعداد، انا بعرف ايه المشكله، ايه الدنيا، ايه بالظبط، بحدد الهدف بتاعي. الاعداد فيه الطبع الفلاني، فيه الغضب مثلا، انا عايزه اغير الغضب، عايزه اغير ردود الافعال اللي ممكن يكسر الدنيا، ممكن يغلط، ممكن يشتم، ممكن يضرب حد، يأذي حد أو يأذي نفسه أو يأذي، يكسر ترابيزة أو كده. فأنا بحدد إيه الحاجة اللي عايزة تتغير، بعدها بكتب إيه الطباعة اللي عايزة تتغير، بعد كده بعمل تقييم، ببدأ إن أنا أنفذ أعددته. يعني حد غضبان إزاي يطلع مشاعر الغضب دي؟ إزاي يقول أنا متضايق من كذا؟ أنا فلان غلط فيا وأنا مش عارف أعمل إيه، مش عارف أطلع المشاعر بتاعتي دي كابت، لأن ممكن يكون الشخص اللي زعله شخص مثلا عنده سلطة، مدرس، بابا، أي حاجة من الحاجات دي، فأنا مش هعرف أرد عليه. طب وبعدين إزاي إن أنا أفرغ الطاقة اللي موجودة جوايا دي؟ أنا بحدد إن في غضب، إن أنا متضايق، بتعرف على المشاعر بتاعتي، إن أنا متألم، بحددها، ببدأ إن أنا أطلعها. أنت حاسس بإيه؟ أنا متضايق عشان كذا كذا كذا، مشاعرك إيه؟ طب الموقف ده تعبك قد إيه؟ طب أنت تقدر تغير الموقف؟ طب إيه اللي ممكن نغيره؟ رد الفعل بتاعنا؟
يبقى هنشتغل على ايه؟ هنشتغل على الموقف ان احنا نغيره، ولا هنشتغل على ردود افعالي والمشاعر بتاعتي ومدى ان انا مش عارف اطلع الغضب ده على شخص فبطلعه على شخص تاني. بحدد ايه المشاعر اللي موجودة، بحدد ايه الطبع اللي محتاج ان هو يتغير. طيب بعدين بحط خطة انت ازاي بتطلع ده، بحط خطة ازاي ان انت تتعلم مهارة جديدة. انا متضايق فانا اقول مشاعري، انا زعلان فانا اقول ايه اللي مضايقني. طيب وانا متضايق ممكن اعمل ايه؟ اوقات بيبقى لما بيكون اطفال بنجيب مثلا ازازة بنحط فيها زي مية وترتر او حاجة من الحاجات كده. طيب انت متضايق دلوقتي، رج الازازة كويس قوي وحطها. ما يكونش عندك اي رد فعل غير لما الازازة تبدأ تفصل الترتر او الصدف او الحاجات اللي موجودة جوه الازازة دي ينزل في القاع تحت. قولي بقى على رد فعلك ايه. مؤكد هو لما بيعمل تمرين زي ده، لعبة بسيطة جدا بنعلمها، الطفل بتبقى معاه بيهدى، بيعرف ان هو انا متضايق بس مش هو اللي غلطان، انا اللي غلطان. متضايق بس انا مش هشتم وكسر الدنيا وبوظ الدنيا، انا ههدى وهرد رد لطيف. التمرين ده ممكن ينفع ايه؟ ينفع مع اي حد، ينفع مع المراهقين، ينفع مع الأطفال، ينفع مع اختلاف شوية، ممكن مع شريك الحياة مثلا، مع الناس أنا متضايق مع مين، أنا بعمل إيه. طيب بنفذ ده، بقيم، ها أنا اتحسنت كويس قد إيه، بنسبة قد إيه. طب الموقف لو اتعاد تاني أنا هيكون رد فعلي إيه؟ ببدأ أقوم وأقيم كام على 10، أنا تحسنت بنسبة كام على 10، بالنسبة لي، بالنسبة لطفل، بالنسبة للمراهق، بالنسبة لأي حد في الدنيا. بعدين في حاجة اسمها متابعة، يعني عارفين تحت الملاحظة، هي بالظبط كده تحت الملاحظة. يعني في مواقف تانية أنت رد فعلك ها ليه ما عملتش التمرين، لأن لو طفل صغير بعد ما بيتعلم الحاجة لو أنا ما تبعتهوش هيرجع تاني. أنهي أسهل؟ إن أنا أهدى واتنفس تنفس عميق ويكون رد فعلي كويس، ولا إن أتنرفز وأتعصب؟ أنهي أسهل؟ بالنسبة للطفل أو للمراهق الأسهل إن أنا أتعصب وأضايق وأخبط وأكسر وأشتم وأعمل، ده الأسهل. عشان كده المتابعة دورها مهم قوي في الوقت ده. وقتها انت رد فعلك، انت فوتت دي، جيت رد فعلك في الموقف الفلاني انت فوتت دي، انت ماشي، برافو عليك، تشجيع، سبورت. طب وبعدين؟ برافو، استمر. بنتنينا نتابع لغاية لما هو ما يغلطش تاني، يبدأ اتعلم مهارة جديدة. عايز اقول لكم ان لما بيكون في كذا حاجة، غضب، عنف، مثلا ردود الأفعال صعبة شوية، أنا بحددهم، بكتب قائمة بيهم، ولما بيجي أشتغل ما بشتغلش على كل الصفات دي، أنا بشتغل على صفة واحدة بس، أخلصها أبدأ في الصفة اللي بعدها، أخلصها أبدأ في الصفة اللي بعدها. ليه؟ لأن أنا لو اشتغلت كله ممكن يكون هو إمكانياته مش بتاعت إن هو ده تحميل عليه. لو ذوي احتياجات خاصة ممكن ده كتير، أنا مش فاهم حاجة من اللي انت بتقوليه. لا، فعشان كده بحدد ايه الصفة، بحدد التعلم بتاعها، وبحدد النتيجة بتاعتها ايه، اتقدمنا ايه، اتحسننا ايه، وصلنا لدرجة ايه. بخلص حاجة ببدأ في حاجة تانية. عايز اقول لكم ان الحب والاحتواء قبل ما نبدأ ان احنا نعلم اي حد أو حتى نشتغل على نفسنا، لو بنشتغل على نفسنا إحنا محتاجين نحب نفسنا، نتعلم إن إحنا بنقبل نفسنا الخير والشر. ودايماً الكلمة اللي بنقولها أنت مش ملاك ولا شيطان، أنت إنسان. مش معنى إن أنت عملت حاجة وحشة أو حاجة غلط يبقى خلاص أنا كده خدت ختم، أنا وحش، أنا ما استاهلش،
انا في ركنه كده من وحش لاوحش، انا ما فيش فايده فيا. علشان كده احنا محتاجين ان احنا نقبل نفسنا، نقبل نفسنا، نجحنا مع نفسنا، نشوف هنقبل مين تاني، هننجح مع مين تاني. لكن اول خطوه دايما بنعملها ان احنا نقبل نفسنا، ان احنا نتصرف واحنا عندنا انا فيا اخطاء. هو انا ليه بقعد اعدل؟ فلان ده غلطان، فلان ده ما ينفعش، فلان ده عايز يتغير، فلان ده طب وانا لازم اقبل نفسي، لازم اغير في نفسي، لازم اشتغل على نفسي كويس قوي، وبعد كده ابدا ان انا اساعد لما بيكون حد مطلوب مني ان انا اساعد. تفرق كتير قوي ان احنا بنقبل نفسنا وبنقبل اللي حوالينا. بشكركم واتمنى اشوفكم في حلقات تانية. صحيح البداية صعبة، لكن مع الجهد والتعب والاستفادة من خبرة الآخرين بنقدر نكمل وننجح ونبقى مميزين. يسعدنا استقبال اقتراحاتكم وأسئلتكم من خلال قسم العلاقات العامة بقناة سي تي في على الأرقام التالية 01-22-56-44-999 أو على 02-66-33-357 أو على الإيميل الخاص بالبرنامج insan@ctvchannel.tv insan@ctvchannel.tv أنا ليا كيان، أنا عندي طموح جوايا فنان لكن